أعزائي المشاهدين برحب فيكم من جديد باسم الرب يسوع المسيح ببرنامج الخليقة اسطورة ام حقيقة؟ حلقة هذا الاسبوع بنعمة الرب ستكون بعنوان الله خلق الانسان على صورته. طبعا الآية كلها بتقول الله خلق الانسان على صورته كشبهه ومثاله. وانا سعيد جدا من جديد ان استضيف خادم الرب وطبعا الضيف الدائم في البرنامج خادم الرب المبارك الدكتور ناجي اسكندر. الدكتور ناجي اسكندر طبعا احبائي هو طبيب جراح طبعا زميل الكليه الملكيه في انجلترا لكن قرر انه بنعمه الرب على عده سنوات مؤخرا انه يتابع موضوع العلم الافتراضي، النظريات العلميه التي تقريبا بمعظمها تبين انها ليست يعني لا تقوم على اسس سليمة وثابتة أنا سعيد جدا دكتور أنه فعلا عم مستخدمك في هذه الحلقات المباركة والرب يكمل مع حضرتك شكرا يا سيدي إذن الله خلق الإنسان على صورته طبعا باقي الآية كشبهه ومثاله ليش؟ لأنه مضطرين نحط بعض النقاط الروحية مع العلم طبعا أنه مش مثل ما تأملنا أو كما نسمع من العلماء أنه نحن أصلنا من القردة آه. تفضل يا دكتور آه طبعا احنا درسنا في الحلقات السابقه يا سيدي جون آه الافتراضات والحلقات المتوسطه وكل الامور دي درسناها تعال بقى نشوف الكتاب المقدس بيقول ايه لان احنا عايزين نحط عدسه العلم التطبيقي على كلمه الله ونشوف مصداقيه هذه الكلمه طبعا احنا مش بنفحص الكلمه الكلمه بتفحصنا الحقيقه لكن احنا هنشوف في الحلقه دي العنوان اللي انا حطيته قدامنا ماذا يقول الكتاب المقدس طيب الآراء الافتراضيه اللي اتكلمنا فيها دي ما يقوله بعض البشر بعض العلماء مش كلهم بيقولوا ان احنا جينا من اصول اشباه بالقرود وجينا من الجد التخيلي الاعظم لكن في كلمه الله الصادقه دلوقتي بتقول لنا ايه وهنشوف ده ليه معنى ولا ملهوش نعم. ماذا يقول الكتاب المقدس زي ما بيقولوا خلينا في البركه مش في قلتها نعم فيعني احنا دلوقتي هنسمع كلمات الرب وبيقول ايه الكتاب المقدس بيوضح إن خلق الإنسان بطريقة فوق طبيعية، فإحنا ما جيناش نتيجة تفاعلات كيماوية ممكن نلاحظها في العالم المادي الحاضر. خلق الإنسان هو خلق متميز وهو خلق معجزي، فهي المعجزة ما نقدرش نكررها. نعم. بتعريف المعجزة إنها ما فوق الطبيعة. مم. حالة مميزة. آه، لإن لو هي حاجة بتتكرر بنقدر نشوف أنماط بتتكرر تبقى مش معجزة. فاحنا بنقول ان الخلق الالهي هو خلق معجزي لا يحتاج الى ملايين السنين، لا يحتاج الى الزمن بالمره، لانه تدخل الهي بيصنعه الله وهو الوحيد القادر ان يصنعه. فاحنا خلقنا بمعجزه. الخلق الانسان بطريقه فوق طبيعيه وهو متفرد عن سائر المخلوقات، يعني الانسان مختلف عن بقيه المخلوقات، اذا كان في تشابهات في الجسم وفي بعض الوظائف ده طبيعي لأننا عايشين على نفس الكرة الأرضية لكن الإنسان متفرد ويختلف عن سائر المخلوقات فآدم بعد ما سمى الحيوانات لم يجد له معينا نظيره لأنه في كل يعني عائلة الحيوانات لا يمكن أن يكون في شبيه قريب بآدم ما فيش الكلام ده خالص فعايز أركز تاني خلق الإنسان بطريقة فوق طبيعية إنه متفرد عن سائر المخلوقات. في تكوين أصحاح واحد عدد 27 وسفر التكوين هو سفر البداءات، بدء خليقة الكون، بدء خليقة النباتات، بدء خليقة الحيوانات والأسماك والطيور، بدء خليقة الإنسان، بدء السقوط، بدء الفداء هو سفر أساسي. لأنه <applause> يعني بيتكلم عن البدايات. ففي تكوين أصحاح واحد عدد 27 بيقول خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. ذكرا وانثى خلقهم. فالله خلق الانسان ان يكون ذكرا وانثى وده شيء مهم جدا. بنقرا ده في اصحاح واحد من سفر التكوين، اصحاح اتنين بيدينا تفصيلات ما حدث في خلق حواء في اليوم السادس. فمش معنى انه تفصيلات خلق حواء ذكرت في اصحاح اثنين من سفر التكوين انها اتخلقت بعد اسبوع الخلق اللي انتهى بيوم الراحه اليوم السابع. اصحاح اتنين بيسموه فلاش باك بيرجع بينا لاحداث اسبوع الخلق ويركز على اليوم السادس فالله خلق الانسان ذكرا وانثى لانه حسب نظريه النشوء والارتقاء لازم بالصدفه ينمو ينمو او يتطور يتطور ويبقى في انسان ذكر وبالصدفه البحته تكون في انثى ويطلعوا في نفس المكان بالصدفه البحته برضو علشان يبقى في تناسل وفي عائله وفي خلفه وفي استمراريه طبعا ده شيء عليه علامه استفهام كبيره قوي قوي ليه لان الصدفه عشان تطلع رجل دي ليها قصه طويله عشان الصدفه تطلع امراه صدفه كبيره عشان تجمع الصدفتين ببعض ويبقى بالصدفه رجل وامراه في مكان واحد عشان ينجبوا ده طبعا يعني شيء صعب جدا مش سهل انك تجيب رجل من لا شيء وامراه من لا شيء بحسب النظريات العلميه أيوة. انه مع مع الافتراضيه هذا. الافتراضيه يس آه. yes. فده ده امر فعلا صعب بالضبط ولازم يظهروا في مكان واحد ويكونوا فانكشنينج يكون وظائفهم شغاله yes. علشان يقدروا تستمر الحياه صحيح الكتاب المقدس بيقول ان الله خلق الانسان على صورته على صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم عشان كده التزاوج بين رجل وامراه للحياه عايز نشوف الفيلم ده اللي بيورينا ميد ان جودز ايمج ان احنا صنعنا او خلقنا على صوره الله. هنشوف الفيلم ده مع بعض يا سي جون ونعلق عليه. للانسان مكانة خاصة في الخليقة، فبعدما خلق الله كل العجائب في السماء والأرض، النجوم والنباتات والحيوانات. قام بامر مميز جدا خلق الانسان على صورته وهذا يميزنا عن باقي الخليقه لكن ما معنى ذلك ينظر البيولوجيون الى مظهرنا الخارجي ويصنفوننا مع الثدييات لكننا اكثر من مجرد عظام وشعر يقول الكتاب المقدس إن الله روح، لذا لا تشير صورة الله إلى المظهر المادي، بالمقارنة بالحيوانات، من الواضح أننا قد وهبنا تركيبة فريدة من الخصائص غير المادية، بما في ذلك اللغة والمنطق والإبداع والرغبة في العدالة والرحمة والحق، قد تبدي الحيوانات بعض الخصائص مثل الإبداع بمقدار صغير. لكن ذلك لن يكون بطريقه الانسان نفسها او بقدر تفوقه فبعض الحيوانات على سبيل المثال تستخدم ادوات بسيطه لكننا نحن نصنع ادوات معقده تنتج ادوات اخرى تبني الطيور اعشاشا وتنسج العناكب شبكات مكرره تصميماتها مره تلو الاخرى لكننا نحن نخلق تصميمات جديده تماما مع ذلك من المهم ان نعرف ان الكتاب المقدس لا يساوي صوره الله باي قدره فرديه مثل الذكاء او بايه تركيبه من القدرات مثل الابداع والحب والحكمه كل شخص منا هو صوره الله لان الله قال ذلك بغض النظر عن مدى ذكائنا او مقدار موهبتنا وبغض النظر عن مقدار صحتنا او لون بشرتنا او عمرنا او نوعنا في الواقع يؤكد الكتاب المقدس ان صوره الله هي حاله قد منحنا الله اياها، ان المصطلح العبري المترجم صوره هو تسلر، وهي الكلمه عينها المستخدمه للصور التي كان يصنعها الملوك القدامى لتمثيلهم في انحاء ممالكهم. ويبدو ان خالق السماء والارض قد اعطى الانسان شرف ومسؤوليه ان يكون صورته ويظهر محبه الله على الارض. الفيلم ده يا سي جون بيورينا وبيوري الأحباء المشاهدين شيء متميز جدا في خلق الإنسان فإحنا خلقنا على صورة الله وشبهه ذكرا وأنثى خلقهم فالذكر والأنثى متساوين تماما أمام الله كل واحد ليه وظائفه ودوره في العائلة لكن كلنا متساوين تماما أمام الله وده يختلف عن الحيوانات والنباتات والكائنات الأخرى اللي حوالينا فاحنا مصنفين حسب البيولوجي حسب علم الاحياء في مجموعه اسمها الثدييات او الرئيسيات لكن احنا في منظر الله احنا متميزين عن كل الحيوانات اللي بتشترك معانا في بعض الصفات فزي ما شفنا ان في قدره على الابداع في مثلا بعض العناكب مثلا الحشرات تقدر تعمل بيت العنكبوت وده بيت منظم جدا هندسيا بس كلها repetitive اكشن يعني ايه حاجه متكرره 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 الطيور بتقدر تبني اعشاش في منتهى الجمال ومنتهى التنسيق لكنها بتصنعها بصوره رتيبه متكرره وبالغريزة. متكرره وبالغريزه لكن الانسان عنده القدره انه يبني عماره انه يعمل انه يعمل عربيه انه يخترع طياره ده دي قدره تختلف عن اللي هو الريبيتيتيف اكشن اللي هي الاعمال المتكرره المتماثله فالله خلقنا على صورته لكن الله مش بيقيمنا بمقدار احنا قد ايه نقدر ننجز ان انا لازم اكون عالم كبير اعمل طياره مثلا لا مش هو ده المقياس لكن الانسانيه بصفه عامه كل البشر بصفه عامه متميزين تميز خاص لإن إحنا صُنعنا أو خُلقنا بمعنى أصح على صورة الله. أم عايز أم أحط الآية دي اللي الرسول بولس بيتكلم عنها في كورنثوس الأولى أصح واحد في عدد في في أصحاح 15 وعدد 39 بيقول ليس كل جسد جسدا واحدا بل للناس جسد واحد وللبهائم جسد آخر وللسمك آخر وللطير آخر. الحقيقة الآية دي رائعة جدا يا سي جون. لانها بتورينا الرسول بولس من حوالي 2000 سنه ما كانش عندهم كل التقدم العلمي في فهم البيولوجي علم الاحياء زي ما احنا فاهمينه دلوقتي. لكن عارف انه الناس لها جسد معين. البهائم لها جسد اخر. حتى ان كان في تشابهات وظيفيه لكنه جسد اخر. للسمك جسد اخر. للطير جسد اخر. فبيوضح بكل وضوح ان في انفصال وتحديد في الخلق الإلهي مم. مش إن إحنا جينا مش إن إحنا جينا كونتينيوم يعني حاجة بتت بت بتقول لحاجة بتقول لحاجة لأ ده كل واحد ليه جسد محدد صنعه الله مجدا للرب طيب بتحب تقول اي شيء بسرعه قصير دكتور او الفاصل نخليه بعد الفاصل نخلي لانه يعني لازم ناخذ فاصل قصير فضل. ونعود yeah. احبائي طبعا رح ناخذ فاصل مبكر قليلا حتى يكون عندنا وقت كافي لما بعد الفاصل ونعالج بعض الامور حول الحلقه اللي سميناها الله خلق الانسان على صورته ابقوا معنا بعد الفاصل من فضلكم نعود اليكم بعد قليل شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو راسلنا على البريد الإلكتروني info كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com، أو راسلنا على boqs 3610 سيل كاليفورنيا 90740. احبائي برحب فيكم بعد الفاصل ببرنامج الخليقه اسطوره ام حقيقه؟ رح نتابع بنعمه الرب الابحاث اللي عم ندرسها من جهه انه الله خلق الانسان على صورته. وقلنا نحن في في الحلقه في الجزء الاول انه هذا الشرف وعظيم وامتياز عظيم لكل واحد منا فنحن من بنغبط انفسنا بهذا الاله طبعًا. الذي خلقنا بهذا حقيقه الانسان كامل رائع جدا طبعا بس لولا الخطيه بالتأكيد <applause> لكن نتكلم عنها فيما بعد بنعمه الرب طبعا نعم. انت عارف يا سيدي جون في واحد بي... بيتخيل بيقول لو القرود مجتمعين مع بعض بيقولوا ليه الانسان عايز يبقى زينا؟ يس <applause> يعني طبعا ده تخيل صحيح لكن خلينا احنا بنشوف ماذا يقول الكتاب كلمه الله الصادقه في تكوين اصحاح 2 وعدد سبعه زي ما نشوف على الشاشه وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمه حياه فصار ادم نفسا حيه. الايه دي محوريه واساسيه جدا لانه الرب جبل جبل الرب الاله ادم من تراب الارض وده اساسي ما جابوش من الهيومينويدز ما جابوش من حاجة سابقة مم. ده أخدوا من تراب الأرض وصنع آدم مم. ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حياً فالحياه انا راح وقفك معلش لانه دي مهمه طبعا سمعنا بالحلقات السابقه من حضرتك انه في بروفيسور عم بيقول آه النجوم آه نحن جايين آه. من عناصر انفجرت, يعني. انفجرت النجوم ونحن جينا من, ع... من هذا آه. بس الكتاب واضح انه نحن ماخذين من تراب الارض وطبعا كان البروفيسور عم بيقول لازم نشكر النجوم لانه هي اللي ماتت عنا حتى نحن نعيش بالزبط. لكن الكتاب واضح من البدايه الله جبلنا من تراب الارض مش من تراب النجوم بالظبط <applause> <applause> وتراب الارض ده كمان مهم قوي لانه لما جبلنا لسه لازم يدينا حياه نعم ف كراوس اللي هو الراجل اللي قال الكلام لورانس كراوس الاستروفيزيست ده اللي قال ان النجوم ماتت عشان تجيب العناصر الهامه الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين علشان تعمل الاحماض الامينيه عشان تعمل الحياه حتى لو كانت كل المكونات دي موجوده ما فيهاش حياه يس yes. الحياه تاتي من مصدر حياه yeah. وده حاجه اسمها ابايوجينيسيس يعني yeah. لا يمكن ان تطلع حياه من عدم حياه يعني المكونات بتاعه الحياه مكونات ماديه لكنها مش حيه الحياه لازم يكون لها مصدر حياه لو شخص عادي عم بيالف الكتاب المقدس كان قال انه الله جبل الانسان او الله خلق الانسان آه. من تراب الارض وخلاص ما, ج... ما لم ما يتكلم عن موضوع النسمة بالضبط إيه؟ لكن دي كلمه الله الصديقة نعم. يا سي جون ولازم نحترمها ولازم نعم. نقراها بكل دقه ونطلب من الله أن ينير عيون أذهاننا عشان نفهم الحق الإلهي صحيح فإحنا خلقنا من تراب الأرض لكن نسمة القدير تعقلنا نسمة القدير تعطينا حياة م. لأن كل المكونات بتاعة جسمنا ممكن تكون موجودة لكن ما فيش حياة لما إنسان بيموت لسه رجليه موجودة قبل ما تتحلل لسه عظامه موجودة لسه قلبه موجود بس ما بيشتغلش م. فكل المكونات موجوده لكن ما ينفعش تشتغل الا لما يتحط فيها حياه حتى لو انه جمعوا الانسان يعني نفس النسبه والتركيبه والخواص لو العلماء جمعوا نسبه الزنك وال يعني الحديد ما بيقدروش يعطوا حياه طبعا نا. الكالسيوم والكلام كله اللي في جسمنا في العظام لو جمعت كيلو كالسيوم مش هيعمل لك العظام بتاعتنا نا. فهو لازم يكون في خالق يشكلنا وخالق يعطينا حياه نا. وده اللي بيقدمه لنا الكتاب المقدس في هذه الكلمات بيقول ان جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في نف في انفه نسمه حياه فصار ادم نفسا حيه. ده طبعا المبدا الصحيح السليم اللي نقدر نتكل عليه. عشان كده للاسف في بعض الناس بتقول ان الله استخدم النشوء والارتقاء علشان يعمل الانسان فبيقولوا انه في حاجه اسمها ثيستك ايفوليوشن. أو التطور الألوهي، وده اللي إحنا حاطينه في الجزء السفلي من السكرين اللي بينا قدامنا دلوقتي. بنشوف الكتاب المقدس بيقول إيه، والتطور الألوهي افتراضه إيه؟ وهنلاقي إن في فرق شاسع بين الاثنين شاسع يعني فرق. التطور الألوهي هذا اقتراح العلماء بالظبط اقتراح بعض بعض،, بعض, بعض اه نقول بعض العلماء والأسف بعض القادة الدينيين حتى يقدر يعملوا توفيق اه بين توفيق العلم من افتراض، مش هقول علم، يعني العلم الافتراضي وكلمة الله لا يعني النظريات اللي عم تطلع بالضبط نظرات لا. افتراضيه م. ولسه فيها اشياء كثيره فيها مشاكل علميه ضخمه لا. زي ما درسنا وبندرس وهنكمل دراستنا تعال نشوف بقى الكتاب المقدس بيقول ايه بيقول ان الانسان الله صنعه من تراب الارض ونفخ في انفه نسمه حياه فصار كائن حي تمام ده الخط الالهي ده الخط اللي الكتاب المقدس بيشرحه بالتفصيل علشان كده وكلمة نفس دي متكررة في الأعداد اللي قدامنا في سفر التكوين أصح واحد والأعداد المذكورة وسفر التكوين أصح اثنين والأعداد المذكورة قدامنا. في رسالة كرونسوس الأولى أصحاح 15 عدد 45 الإنسان الأول آدم أصبح كائن حي. الإنسان الأول آدم فآدم هو رأس الخليقة البشرية ما كانش في بشر أو أشباه بشر قبليه. وده شيء أساسي يا أسيس جون مهم جداً نفهم أن الإنسان الأول آدم ده كان كائن حي خلقه الله بصورة معجزية يعني ما أقدرش أحط موضوع الخلق وأحطه في المعمل عشان أدرسه مم. لأنه لس. ده إنكمباتيب. مش هتمشي الحكاية كده لأن إحنا بنقول أن خلق الإنسان هو عمل معجزي وعشان تيجي حياة لازم تأتي من حياة تعال نشوف فكرة التطور الإلوهي أو الثيستيك ايفوليوشن لخلق الانسان نظره افتراضيه نظره افتراضيه بتقول ان الله استخدم النشوء والارتقاء فبيقولوا انه كان في كائن حي مش تراب الارض شوف الاختلاف مم. بقى هنا كان في كائن حي سموه الهيمينويدز اللي هو اشباه القرود دول وبعدين الله نفخ فيه وابتدى يكلمه واعطى حاجه اسمها امنيزيا نساه حياته كقرد مم. <applause> وبقى ده الانسان اللي هم بيقولوا راس الخليقه <applause> طيب هو المشكله وين انه دكتور لو انه ربنا عنده خطه يخلينا نشعر انه نحن اصلنا قليل ايوه يعني مش منحط بس انه اقل من النسبه البشريه كان لازم يخلي في لو جزء من ذاكره حتى يقول له اذكر كيف نحن عندنا من كتاب اذكر انك تراب والى التراب تعود بس ما قالناش اذكر انك كنت قردا والى القرده مثلا بالضبط والى القرده تعود حتى يخلينا محصورين بروح اتضاع طبعا فما فيش منطق يعني في الالوهة اذا كان بدنا نفترض هذه النظريه منطقيه ما فيش منطق يخليني اقتنع انه الله هدف من انه انا يكون اصلي قرد حتى يخليني متواضع آه لا طبعا يعني ما فيش منطق بالله احنا خلقنا على صوره الله وشبهه نعم. وكمثاله حاجه <applause> رائعه فازاي ان احنا بنقلل من قيمتنا ونقول ان كان في حاجه اللي اسمها الهيومنويدز دول <applause> وما فيش دليل أنهم موجودين على فكرة مم. مم. يعني دي كلها اقتراحات yes. وافتراضات فإحنا ضد العلم الافتراضي أو ما نعنيه نحن نناقش العلم الافتراضي مم. ونبين الفجوات اللي موجودة فيه مم. إن في ذلك عجب دكتور لو قطعتك يمكن تفضل. ما اللازم لا لا, لا لا تفضل لا آه لا تفضل لما بنقول إنه أنا كنت خاطي نحن خطاط yeah. متقولوش أنتم خطاط انتم كويسين اه فبيحاربونا من جهه انه نحن نعترف بالحقيقه اننا خطاط وكلنا خطاط مين منا مش عم يقترف الخط إيه. وهذا دليل على انه نحن مولودين مثل ما قال داوود ها ذا دا بالاثم صورت وبالخطيه حبلت بامي أي. من ناحيه يقاومون ويقولون لا ما تقولش انت كويس انت زي انت كويس آه. ومن ناحيه ثانيه لما بنقول يعني نحن مش قرده لا ازاي انت فيعني مش يعني زي ما تقول حتوفق حاجات غير متوافقة yes. بالمرة yes. ودي محاولات الإنسان للبعد عن الله نعم no. والمحاولة بقى لك أنا آه بقول إن ربنا موجود بس يستخدم النشوء الأرض ما, yes. ما ينفعش ما ينفعش لأن دي وسيلة لا يمكن يستخدمها إله كامل صحيح مش ممكن يستخدم الموت كوسيلة الحياة وبعدين دكتور القرد الذي تطور وين كان مين خلقه حتى القرد البسيط آه. في خلق معجزة عجيب لي بداية لأن الله خلق بس... حيوانات الأرض يس قصدي التركيبة اللي موجود منها أي شيء آه. حتى القرد طبعا وإن كان أقل شأنا من الإنسان بس في عظمة في خلقه طبعا يعني قصدي طب وين كان مين جابه منين إجا آه. بالضبط يعني كله بقى يرجعه لك لشجرة النشو والارتقاء بالخلية وكان سمكة وكان <applause> سمكة وبرمائية وكده أو إنها خلية جت من الخارج من الفضاء الفسيح اتكونت بالصدفة في كوكب <applause> تاني وجدنا في دراستنا في بداية الحلقات ان فيش ولا كوكب تاني مناسب للحياة ولا تستطيع انها تختار... تسافر كل المسافه دي وتعدي في الفضاء الفسيح وتعدي في كل طبقات الغلاف الجوي وتنزل م. على الارض دي تبقى خلية جبارة م. يعني دي هتحترق اه هتحترق بس تبقى فيها معلومات جبارة عشان تطلع كل الكائنات الحية يس. اللي احنا بنشوفها يس. ده افتراض يعني غير منطقي وغير علمي صحيح. وغير مثبت نعم. دي القضية هنا فاحنا عندنا نموذجين دلوقتي عشان الكلام يبقى واضح جدا انه الانسان الرب خلقه من تراب الارض ونفخ في انفه نسمه حياه فصار ادم نفسا حيا نعم ده النموذج الالهي واللي احنا بنؤمن بيه واللي كلمه الله بتعلنه وانه شيء منطقي ان الحياه تاتي من حياه والله هو مصدر الحياه فممكن ده يكون الوصف الدقيق لخلق الانسان مش ممكن ده بالنسبه لنا نحن ده هو <applause> بالتاكيد <applause> بالظبط كده نعم. ده المؤكد ان هو ده آآ آآ وسيله خلق الله للانسان نعم. في نموذج تاني ناس بيحاولوا يجمعوا الافتراضات بتاعه النشوء والارتقاء ويقولوا في التطور الالوهي ان كان في حاجه اسمها الهيمينويد كائن حي اوريدي حي موجود والله نفخ فيه النفخه الالهيه بقى وابتدى يكلمه ويتفاهم معاه م. وعمل منه الانسان طبعا احنا نرفض هذا الراي الثاني بتاع التطور الالوهي ده بنرفض فكره الثيستيك ايفولوشن وبنقول انها لا تتوافق مع الكتاب المقدس وايضا لا تتوافق مع العلوم الافتراضيه اللي بتعرض علينا اشكرك جدا فاذا قبل ما نختم بنعمه الرب التطور الالوهي هو مش نظره العلماء الملحدين لا هو نظرة ناس ربما قادة مسيحيين قادة مسيحيين بس هم متورطون يعني انه مش قادرين يقدروا يوفقوا بين العلم اللي هو نظريات العلم أيوه. الافتراضية بالزبط. وبين الكلمة فلأنه مش قادرين يصدقوا الكلمة از از كما هي أيوه. تورطوا فافترضوا هذه النظرية بالضبط كده يعني. اوكي يا أحبائي قديش بنلاحظ نحن انه قديش الإنسان بخطر إن لم يسلم تسليم تام للكلمة الإلهية يمكن مش عارف إذا بقدر لحق في نبي من الأنبياء بسميه الكتاب المقدس نبي شاب هلأ خطرت على بالي تفضل الرب أرسله من منطقة أورشليم إلى مملكة إسرائيل الشمالية وكانوا خطاة أرسلوا إلى بيت إيل كان في ملك شرير أبعد بني إسرائيل عن الله وخليهم يعبدوا عجول الذهب فقال له الرب لهذا النبي بتروح ومثل ما بقول لك بتعمل فطبعا عمل معجزات يبس يد الملك رجع صلى ويد الملك صارت صحيحة ليش لأنه قال لهم العلامة من عند الرب أنه المذبح اللي أنت عم تقدم عليه ذبائح طبعا ذبائح مش مقبولة لأنه الرب مش موافق المذبح ينشق ويذر الرماد قال لهم الملك مسكوه جمدت إيده يبست إيده رجع قال له الملك طيب صلي إلى الله تضرع إلى الله حتى إيدي يدي ترجع سليمة تضرع معه صلى له بس الرب قال له ما بتاكل في ذلك الموضع، لا بتاكل ولا بتشرب والطريق اللي رايح منه ما بترجع منه، طب حكمه الهيه اللي صار انه ما كانش امين في حفظ كلام الله واللي صار انه قتلوا الاسد احيان كثيره منشوف انه ناس كتير لانه مش امناء بالالتزام بكلمه الله بيقتلهم الاسد اذا جاز التعبير، ابليس بيفترسهم وشويه شويه بضيعهم عن الخط الالهي وبيخليهم يصدقوا انه ربنا ممكن يعمل كده وممكن يعمل كده ويغير لا كلمه الله ثابته يعني مية لا تستطيع انك تحورها ما تحرفهاش الله قال كذا وكذا امين نؤمن في اشياء عسيره الفهم في اشياء فوق عقولنا لا نستطيع ان نفهمها بس على الاقل نقول الرب قال وهكذا يجب ان يكون مش اغبياء بالعكس بنحلل نناقش مثل ما سمعنا من حضره الدكتور انه نناقش كل شيء ونحلل كل شيء وللان بنعمه الرب علميا تبين انه نظريات العلم الافتراضي بحالات كثيره كانت مش صائبه ابدا وخاصه التي تتعارض مع وجود الله وخلق الانسان ومصداقيه الكتاب المقدس. أحبائي انا بشكر الرب من اجل هذه الحلقات المباركه بصلي من كل قلب انه جميعنا نقبل الرب يسوع المسيح الله الذي صار بشرا، الكلمه صار جسدا. جسد من العذراء مريم ومات عن خطايانا فوق عود الصليب اذا بنقبل المسيح نصير به خليقه جديده ونتمتع معه في امجاد ابديه وليست ارضيه لأن هذا العالم حتى العلماء بيقولوا هذا العالم سيفنى سينفجر سيضيع كله كما تقول كلمه الله ايضا فالى اللقاء بنعمه الرب في حلقه جديده انت ان المسيح في مجيء الرب معكم شكرا دكتور الربيع. شكرا